ومعنا الآن أيضا دكتور عبد العزيز عشر، مستشار وعضو حركة العدل والمساواة السودانية. مرحبا بك معنا دكتور عبد العزيز في هذه الساعة من التغطية الخاصة للأزمة السودانية. بعد مرور عام دكتور على اندلاع هذه الأزمة، ما هو العنوان اللي يمكن أن تعنون به أزمة السودان الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله. التحية لكم جميعا والتحية للمشاركين في هذه الندوة. وبالتأكيد أبرز عناوين هذه الأزمة يعني هي عنوان الأزمة الإنسانية بالتأكيد، لأن هذه الحرب حرب مختلفة تماما عن الحروب التي دارت على امتداد التاريخ الإنساني. عادة الحروب تدور فيما بين متقاتلين، ثم بعد ذلك تنشأ نتيجة لتأثر البيئة المحيطة المجتمعية بهذه الحرب. ولكن ما حدث في السودان في الحقيقة حرب ضد المجتمع، يعني ميليشيا دعم السري بدلا عن أن تواجه القوات الحكومية في أماكنها وفي مناطق ارتكازاتها ومعسكراتها، بدلا عن ذلك وجهت أسلحتها مباشرة للمجتمع واستخدمت أسلحة أخرى حقيقة كحرب ضد المجتمع، منها النهب المنظم، القتل الإلقائي والاغتصاب والتهجير. وكل هذه الممارسات مورست في المجتمع السوداني على امتداد المساحة التي امتدت فيها هذه الميليشيات، ولذلك نتيجة لهذه نشأت الأزمة الإنسانية غير المسبوقة مطلقا. أنا أقول غير مسبوقة لأن الحروب كما أسلف تكون بين المتحاربين، لكن هذه الحرب اتجهت نحو المجتمع بفعل هذه الميليشيا، لأن لهذا غرض سياسي. غرض سياسي هو تهجير السكان المدنيين وإعادة توطين سكان آخرين في أماكنهم وفي مدنهم وفي مساكنهم، ليتسنى لهذه الميليشيا السيطرة الديمغرافية على هذه المساحات الممتدة في السودان. حركة العدل والمساواة دكتور عبد العزيز شهدت العام الماضي تغيرات وحركية كبيرة في إطار الخروج من هذه الأزمة أو هذا الصراع، وذكرت بأنها لم تعد على الحياد. أريد أن أفهم من حضرتك الآن، بعد كل هذه التغيرات وهذه الحركية، ما الذي أضافته حركة العدل والمساواة لحلول الأزمة في السودان؟ حركة العدل والمساواة لم تكن محايدة منذ البداية، ولكن الظروف والترتيبات المتعلقة بالأوضاع التي نشأت فيها الحرب كانت في حاجة إلى أن تكون هناك منطقة وسطى، لأن الحركة وقائدها دكتور جبريل إبراهيم سعوا لمعالجة هذه الأزمة قبل استفحالها بين مجموعة الدعم السري وقيادة الجيش، لأن كل المؤشرات كانت تدل على أن الأمور ذاهبة لاتجاه القيام الحرب، ولذلك هذا اقتضى شيء من الحياد. ثم ثانيا الحركة أتت بعد فترة طويلة من النضال إلى السلام بموجب اتفاق جوبا، وكانت في حاجة إلى يعني هي أصلا منخرطة في عمليات السلام، وبالتالي لتعود مرة أخرى للمشاركة في عمليات القتال في حاجة إلى إعادة ترتيب أوضاع كثيرة في القضاء العسكرية. ولذلك يعني بعد ما تم كل هذه الترتيبات أعلنت الحركة خروجها من مسألة الحياد، لأن يعني ما قامت به ميليشيا الدعم السريع لا يمكن أن يترك أحدا في السودان يكون بعيد من مسألة مشاركة في إبعاد هذه المؤامرة، أصلا مؤامرة دولية لتفكيك السودان وليحرب على شعب السودان. لذلك الحركة شاركت بقوة، حركة موجودة في كل مسار العمليات، مقاتلي الحركة يشاركون بقتائب في أمدرمان،
شاركوا في تحرير الإذاعة، شاركوا في إيصال القوات إلى المهندسين في الأبيض، في أبو جبيهة، في الفاشر، في محور الجزيرة. الآن حركة الشارق بقوة في تحرير الجزيرة ووت مدني، كل هذه وفي الشندي الآن في محاور مختلفة، وأيضا في أبو جبيهة وعباسية. كل هذه المناطق الحركة بكثافة لمشاركة مع القوات المسلحة وبقية الشعب السوداني لتحرير هذه المناطق من هذه الميليشيا. دور طيب. الحركة دور فاعل ودور مؤثر جدا، لأن الحركة أيضا لديها مدرسة متفردة في العمل العسكري، وبالتالي هذه إضافة حقيقية للقوات المسلحة لدحر ميليشيا الدعم السريع.